ايه الاخبار جماعه؟ البنت دي بتقول ان دي اجمد واسرع واسهل بيتزا ممكن نعملها في حياتنا. مش هتصدقوا عملتها بايه؟ عملتها بالعيش التوست. جابت صينيه الفرن وحط عليها العيش التوست وبقيت مكونات البيتزا ودخلتها الفرن، وبتقول ان دي احلى من البيتزا بتاعت المطاعم. فانا بقى هشوف هل الضجه اللي هي عاملاها بالفيديو ده بجد تستاهل، والبيتزا فعلا طعمها حلو وشبه البيتزا الحقيقيه ولا طعمها عيش. نجيب كيس عيش توست نبتدي نرصها كده. ودلوقتي بقى هبتدي احضر الحاجات اللي هحطها عليها. صلصه بتوابل او صلصه عاديه بس، واحنا هنحط عليها توابل. هحط عليها بابريكا مدخنه، هقلبها مع بعضها وهنزل عليها بشويه زعتر، وهبتدي بقى ان انا ادهن كل العيش ده بالصلصه اللي انا عملتها. بعد كده هبتدي احط عليها اي نوع جبنه تشيدر. بعد كده هيجي دور الجبنه الموتزاريلا. بعد كده هحط عليها فلفل هالابينو. بعد كده نحط عليها بقى اي حاجه موجوده عندنا في البيت، فراخ، ببروني، لانشون، اي حاجه موجوده عندنا، تونه لو عايزين. انا عندي ببروني هستخدمه، وهقطعه بقى حتت صغيره كده علشان الببروني لما بيتحط كامل تيجي تقطع كده، تيجي تطلعه من البيتزا يطلع، يعني يطلع بوش البيتزا كله. فبالطريقه دي مش هستهلك منه كتير، وفي نفس الوقت هيتوزع على البيتزا بشكل متعادل. وبالشكل ده زي ما انتم شايفين اكون عملتها. بصوا طبعا مش شرط تستخدموا نفس الحاجه اللي انا استخدمتها، ممكن تزوقوا باي حاجه جبنه موجوده او جبنه مفيش. دلوقتي هدخلها الفرن على النار من تحت عشان وشها ما يتحرقش لغايه ما الجبنه تسيح تماما واطلعها. ايه، طلعتها من الفرن. نفسي يبقى واضح عندكم منظرها عامل ازاي. جماعه منظرها مرعب على الحقيقه، منظرها مرعب. واجي بقى لاكتر لحظه انا مستنيها يا جماعه. بصوا بصوا اللي هيحصل ده. يا خرابي يا خرابي يا خرابي، شكلها مرعب. طبعا يا جماعه انتوا حاسين طعمها هيبقى عامل ازاي؟ يعني انا حاسس ان انتوا حاسين طعمها هيبقى عامل ازاي. ريحتها الصلصه مع البيبروني مع الهالبينو ميكس مرعب. ونقول بسم الله. يا جماعه ايه ده؟ ايه ده؟ مرعبه. ايه ده؟ قوموا اعملوا البيتزا دي دلوقتي حالا. كنت متخيل للحظه ان انا ممكن أأكل صحابي معايا، ولكن للأسف أنا الفكرة دي شلتها من دماغي تماما. طبعا يا جماعة عايز أقول دلوقتي حاجة مهمة جدا. ناس كتير بتقول إن أنا ما بقولش على حاجة وحشة. الحقيقة يا جماعة إن أنا الحاجة الوحشة اللي بجربها ما بنزلهاش، لأن أنا مش هضيع وقتي في المونتاج، وقتكم في الفرجة على الفاضي. بيتزا سهلة وسريعة، ما بتاخدش أي وقت ولا مجهود ولا إمكانيات. بقى ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن صاحبك اللي هتجرب البيتزا الجامدة دي معاه. أي خدمة.